عدي اللي طاق حد يكلم بس طيب يكلم اللي طاق يا جدعان يا جدعان الوضع مشوار اللي فات هزار واللي جاي ضرب نار واحب احذرك اي محاوله للفرار هتقع في بير مالوش قرار مش عايز اهند علشان رامز نيفر هند انا عايزك تهدى كده علشان هنمر مع بعض بكذا مرحله يا ابني رامز انا بخاف من المرتفعات اصلا ايه ده تمسكش الحزمه تاني ها قول اخر مره همسك الحزام تاني اخر مره همسك الحزام خلاص يا ده عيمو اول مرحله اسمها مرحله الشفافيه تمام شيل البتاعه دي طيب بعد الحلقه دي هيجيبوك في برامج كتير وهيسالوك كنت عارف ولا ما كنتش عارف بص للكاميرا قول لا طبعا ما كنتش عارف ملائم ما كنتش عارف ايه ملائم ملائم معانا نجم الملائم دلوقتي في مرحله تانية مرحله التصالح مع النفس والاخرين قبل ما تسافر الدنمارك لازم تصالح كل الناس صح في حد زعلان مني فلان طبعا في كتير زعلان مني فلان هقوله لك يتقال ورايا اول حاجه لازم تعتذر للكابتن بيبو وش كده على طول قدام الكاميرا قول انا اسف يا كابتن بيبو انا اسف يا كابتن بيبو يا ده امام تاني حاجه وليد سليمان كابتني ده كابتنك صح طبعا. انا اسف يا كابتن مين لا انا اتاسفت قبل كده هو لسه زعلان هو قال لي اتاسفت قبل كده معلش تاني انا اسف يا كابتن وليد سليمان جدع انا اسف يا جمهور الاهلي بسرعه انا اسف يا جمهور الاهلي جدع امام جدع دي مرحله اسمها مرحله الثبات الانفعالي لا عليك لا عليك لا ما تسمع كلام ولا مش هتسمع لا 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 حبيب لا 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 حبيب بالله عليك الحاجات دي لا رامز جلال مين يا رامز جلال خلاص بالله عليك ده نجم العالم اكيد طبعا قول بسرعه رامز جلال ده مين ده نجم العالم ايوه كده سؤال بقى الجمهور كله مستنيه بعد ميت لاند هتروح فين هتروح ميت نمج اصل عندي معلومات انت عايز تسيب البلد كلها بتعمل ازاي طيب دي مخوفاك طبعا طب حلو كويس قوي ايه ده طالما الضفدعه مخوفاك نجيب الزغلول الكبير لا 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 رامز.